السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله الإخوة الكرام في كل مكان. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أسعار المطاعم. راح نجرب 3 مطاعم ونشوف الأسعار فيهم، وتحكوا لنا بالنسبة لكم هل المطاعم غالية ولا مش غالية وبس. خليكم معنا. الآن ندخل على كافيه أمستردام. الآن لا ما جبتهاش. $6 و$6 يعني وجبة راحت حاسس. ها؟ انت راحت حاسس؟ هذا الطبيعي، ما هذا كل يوم انا بحس انك هذا شيء مش جديد يعني. شكرا. طيب يا عزيزي، وهيك بنكون احنا ان شاء الله والحمد لله تغدينا تقريبا بوجبة سعرها $6 على الشخص. الان اخونا في الله راح يحاسب. لا ما جبتهاش. لا جبت الرقم من ورا بس. الرقم من ورا هذا ممكن يشوف فروع اكبر. هذا ارقام يا اخي. 3-2-2. لا مو هذا. 2-2-3. بكجي. انت عندك 4 ارقام. 5 ارقام. هي المهم مش مشكلة، هي بطاقة عادل. امشي اسوي غبش الصورة. فيها دولار ولا ايش؟ اوكي مغبش لك الصورة. المهم ما علينا. شو بالنسبة للأسعار؟ بس هذا المحل اسمه سمايل بيتزا. والآن ندخل على كافيه أمستردام. المهم هي جبنا 2 بيتزا، قلنا لهم جماعة حجم صغير، طلع عندهم هذا الحجم الصغير. شوف هذا الحجم الصغير عندهم للأسف، هذا الصغير. يا سلام الريحة يا عادل. يعني طيب تقريبا مثل ما حكيت لكم هذه الاسعار، ما بعرف ممكن اذا تشوفوا غاليه رخيصه. احنا اليوم عباره عن تجربه، لا تشوفوا الاسعار في المطاعم. طبعا هذا يعتبر من المطاعم اللي الناس بتروح عليه في مدينه فيتبسك، تقريبا هو في كل المدن البيلاروسي. مطعم مشهور شويه اسمه أمستردام، او كافيه، هو اصلا مش مطعم يعني، بس هو في جميع الاكلات يعني. برضو ممكن تشوف الأسعار اللي حكيتكم عنهم هذه وتقرروا وتقارنوا بينكم وبين البلد. الطعم طبعا الطعم هنا يعني البيتزا مش كثير، اللي كانت اللي قبل كانت أفضل بكثير صراحة. بعد شوي بنشوف الأسعار كم بتكلف. كذا ممكن خلصنا، طلعنا من أمستردام، كافيه أمستردام. الحساب طلع 40 روبل، يعني إلا تكة، يعني تقريبا $20 على شخصين، يعني سعر مناسب مع المروجني مع الآيس كريم مع البيتزا والمية.
وهذا المطعم تكمل المطعم. طبعا المطعم هذا أذربيجاني اسمه مطعم كاليش، بعرف شو معنى كاليش، هات نروح نشوفه. الأغاني الأذربيجانية ننتظر في الحجز، حجزنا أقل نوع أكل، قلنا نجرب عندهم حتى نشوف ونقول لكم هل ننصح أم لا. الشربات الأذربيجانية أول شيء شربات، لا مش مميز شربات، بعدين السلطات، وبعد شوي الخروف. صراحة الأكل رهيب جدا 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 ما شاء الله، يعني صرنا فترة هنا ما جربنا الأكل العربي والأجنبي والفرنسي، المهم الشرقي يعني، بس ربنا الله 5 من 5. طيب بلك أكلنا ووصلت مرحلة الشيك، طبعا بالعكس هي الورقة طلع $30 بالنسبة للبيلاروسي، ولكن زي كده الصراحة غالي جدا، بس الطعم يستاهل. 60 روبل 62 روبل على حساب الشاب الحلو هذا الخجول عزمنا اليوم. شكرا شكرا يا حسين، ما شاء الله. بغض النظر عن سعر المطعم انه كان غالي يعني، ولكن صراحة توب توب توب. كان الساعة تقريبا كم؟ الساعة الان 8، الساعة 8 مساء. كيف شوف الديزاين هذا، ديزاين الصيفي مثل ما انتم شايفين. طيب هذا رقم 3 للي بيهمه. شوف كيف المدخل، المدخل مش واضح او واضح، ما علينا. كاليش اسم المطعم والكافيه، كاليش ايوه كاليش كاليش كاليش. هذه مدينة فيتبسك، اجواء فيتبسك او في اطراف فيتبسك، الليل في فيتبسك. اوه كان وقعنا، شوفوا كيف هنا فيتبسك. طيب يا شباب انا حبيت اعمل لكم هذا الفيديو بمختصر، اللي بهم الامور او بهم يتعرف على هذه البلد، في عندكم هاي نموذج تقريبا من 3 مطاعم اللي عملنا لكم اياهم جولة في بعض المطاعم المشهورة تقريبا يعني في هذه المدينة. طبعا في مطاعم كثيرة، في غالية وفي رخيصة، كل واحد حسب جيبته وفلوسه. احنا حاولنا ناخذ يعني المتوسط، طبعا هذا بالنسبه لي كان اتوقع انه اغلى واحد، بس انه صراحه الطعم تمام يعني. شوفوا قارنوا في البلد اللي انتم فيها، واللي عنده اي سؤال او اي استفسار اسف او اي استفسار كالعاده ممكن راسلنا على الواتساب هذا اللي ظاهر عندكم على الشاشه. وهيك بقول لكم شكرا على المتابعه، لا تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي اللي جننوكم فيها يمكن العالم، ما علينا. واللي عنده أي سؤال أو أي موضوع بدنا نحكي فيه المرة الجاي أو المرة القادمة ممكن على الواتساب مثل ما حكيت لكم، أو على تعليقات أسفل هذا الفيديو. إن شاء الله يكون الفيديو مش طويل وتكونوا استمتعتوا، وعلى الأقل لو جاتكم معلومة واحدة بسيطة أكون مبسوط. وإذا ما جاتكم أي معلومة إن شاء الله المرات الجاية بتجيكم وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.